أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى آخر محطتنا في هذا الصباح. أطلق مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الأنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة أعمال المؤتمر الثامن للتوعية والتعليم البيئي بعنوان التربية والتعليم الأخضر، تقييم وفجوات وحلول وتجارب في بيت لحم. وقدم المشاركون في المؤتمر بالأمس مجموعة من الأوراق حول البيئة في المناهج الفلسطينية وحول التربية البيئية في فلسطين، واستعرض أيضا المشاركون تجارب محلية وعربية حول الوعي البيئي. متحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ سيمون عوض، المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي. أهلا وسهلا فيك على الهاتف. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين. وصباحك يا رب. أستاذ سيمون، بداية لو تم إطلاق هذا المؤتمر البيئي الثامن بعنوان التربية والتعليم الأخضر، إنه هذا المؤتمر ليس غاية بذاتها بقدر ما هي رسالة للتغيير، لو نتحدث شوي عن هذا المؤتمر وعن أهدافه. بداية نؤكد دعمنا على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين وعاصمة أبدية، وأن قدس الأقداس كانت وما زالت هي جزء من الأرث الثقافي والديني والاجتماعي والسياسي لشعبنا الفلسطيني المتواصل بقاؤه على هذه الأرض منذ الأزل وإن شاء الله إلى الأبد. فيما يتعلق بمؤتمرنا، يعني هو بالفعل ليس غاية بحد ذاته، ولكن لإنجاز قضايا مهمة باتجاه تعميم فكرة التعليم والتربية والتوعية البيئية في فلسطين. وخاصة هذا العام ركزنا على موضوع المناهج التي تتعلق بالتربية والتعليم البيئي، وكان هناك مختصون في هذا الاتجاه من الأستاذ ثروت زيد رئيس لجنة المناهج في وزارة التربية والتعليم، ومعه طاقم إعداد المناهج، وكذلك الدكتور عيسى عدوان الذين قدموا مداخلات حول عملية إعداد المناهج وإدماج التربية البيئية فيها والفلسفة من وراء كل ذلك، وتبعها جلسة حول الخبرات المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالتعليم البيئي. وخلال اليومين أمس واليوم استمرت تقديم أوراق العمل والمبادرات المختلفة فيما يتعلق بهذا الموضوع. الهدف الرئيسي من وراء المؤتمر هو حشد التأييد والدعم لموضوع إدخال التربية والتعليم البيئي في داخل مناهجنا الفلسطينية، لأنه إيماننا نحن في مركز التعليم البيئي يأتي أن المنهاج هو عملية تغيير في وعي الشعوب، وأن المنهاج بحد ذاته هو وسيلة للتغيير في مجتمعنا وفي حياة الأجيال المستقبلية. فالمنهاج هو مهم جدا لأنه يصنع مستقبل الأمة. نعم دكتور سيمون، يعني هذا هو العام الثامن الذي يستمر المؤتمر في أعماله، وأيضا دائما هو نافذة ومنصة دعنا نقول لعديد من المؤسسات الرسمية طبعا التي تهتم بالتوجهات البيئية. كيف أثرت كل هذه السنوات وكل هذا العمل التشاركي على السياسات من أجل تعليم أخضر ومن أجل الوعي البيئي؟ بالفعل شراكتنا مع المؤسسات الرسمية في سلطتنا الوطنية الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي، سلطة جودة البيئة، والوزارات ذات العلاقة مثل الزراعة والحكم المحلي والثقافة وغيرها، شكلت رافد مهم لحضور هذه المؤتمرات. ومن خلال هذه المؤتمرات وتأكيد المسؤولين وعلى رأسهم الوزراء أعلى هيئات في وزاراتهم حول تعميم هذه الأفكار في داخل الوزارات واعتمادها كسياسات، خلال السنوات السبع الماضية استطاع مركز التعليم البيئي أن يعمل حراك ويترك فضاء تفاعلي ما بين جمهور المختصين وصناع القرار باتجاه إقرار سياسات جديدة. فمثلا في وزاره التربيه والتعليم اقر السنه الماضيه السياسات البيئيه، وخلال مؤتمرات سابقه تم اقرار يوم وطني للبيئه الفلسطيني في الخامس من اذار، وتم اطلاق عصفور الشمس عصفور وطني.
وبناء على التوصيات تم إطلاق منتديات نسوية ومنتديات شبابية في الجامعات ونوادي خضراء في المدارس. ومن خلال التوصيات كذلك عملنا خلال السنوات الماضية على إطلاق مبادرات في داخل رياض الأطفال ليصبح نهج تعليمي جديد، لأن التدخل المبكر في حياة الفرد، وكلما كان التدخل المبكر في جيل مبكر يعطي نتائج أوسع وأشمل. كمان عطوفة وزير التربية والتعليم الأستاذ صبري سيدم كان مشارك بهذا المؤتمر، وأيضا ذكر أن المدارس في الوقت الحالي تمارس رسالة الاستدامية، وحكى عن طرق استغلال الطاقة الشمسية في الزراعة، أولا بداية العودة إلى الزراعة العضوية، إلى جانب ذلك استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المدارس وتدفئتها. وكمان تسلط الضوء على حاجات التربية البيئية في المنهج المدرسي بدمج الأنشطة البيئية بالأنشطة الصفية، فما هي معايير اختيار هذه الأنشطة وتنفيذها؟ بالفعل يعني نشكر معالي الدكتور صبر صيدم على حضوره المؤتمر، ونشكر الأستاذ جميل نطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة على حضورهم وإعطائهم كلمات في الافتتاح، والذين أكدوا على دعمهم لتوجهات مركز التعليم البيئي في إدماج قضايا الأنشطة والتربية والتعليم والتوعية البيئية الخضراء في داخل مؤسساتنا التعليمية والاجتماعية. وطبعا مبادرة هذا الحراك اللي عملناه خلال السنوات السبع الماضية، كانت هناك الكثير من موظفي الوزارات المختلفة الذين كانوا يعودون إلى وزاراتهم ويبدأون حراساً وتغييراً في داخل هذه الوزارات من أجل تخضير المدارس. والخطوة الرائدة أنه استغلال مداركنا باتجاه التنمية المستدامة والطاقة النظيفة الخضراء المتجددة واتجاه بناء مزارع وحدائق مدرسية، كلها تصب في الهدف العام اللي بدأ مركزنا منذ 31 عام رفع شعار وطني كبير نحو فلسطين نظيفة وخضراء. نعم دكتور سيمون، اليوم يختتم المؤتمر فعالياته، هل أثرت الأوضاع الاستثنائية يعني أيضا وظروف دعنا نقول الاحتجاج والإضراب الذي شمل المدن الفلسطينية على الحضور، خاصة أن المؤتمر في بيت لحم يستقطب طبعا مشاركين من مختلف المناطق الفلسطينية؟ يعني احنا شعبنا مبدع ومعطاء وملتزم، بالفعل انه الاوضاع العامه اثرت، وخاصه وجود الفندق بالقرب من يعني مسجد ابن رباح، والمواجهات اليوميه التي تحدث في هذه المنطقه اثر على المؤتمر. ولكن يعني حتى عدم حضور بعض المتحدثين أرسلوا على نظام الفيديو والنظام السكايب مداخلاتهم ومحاضراتهم، ولحد الآن وهي اليوم الثاني يقرب على الانتهاء، معظم الجلسات يعني صارت حسب ما هو مخطط لها، وإن شاء الله في الجلسة الختامية وجود المختصين والأكاديميين المختلفين المستطيع معا وسويا بناء خطة تفاعلية لمدة 5 سنوات قادمة. نعم كل الشكر دكتور سيمون لمشاركتك، وأكيد نتمنى لكم التوفيق دائما في كل الجهد الذي تبذلونه سواء في تحضير لهذا المؤتمر وأيضا ترسيخ الفكر والوعي البيئي. شكرا لك أستاذ سيمون. لك لتلفزيونك ولدعمك المستمر لبرامجنا. أهلا وسهلا فيك. إذن مشاهدينا بهذا اللقاء الهاتفي ننهي معكم حلقتنا اليوم، الحلقة الاستثنائية حقيقة، حاولنا قدر المستطاع البحث في ارتدادات القرار الذي صدر بالأمس في طبعا نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، ما يعني اعترافا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. اليوم كما ذكرنا منذ بداية الحلقة إضراب شامل يعم كافة المناطق الفلسطينية سواء المدارس، الجامعات، المؤسسات الرسمية والحكومية،
نأمل يعني السلامة للجميع وأخذ الحيطة والحذر خاصة في مناطق التماس مع الاحتلال. وأكيد يجب التذكير أنه اليوم رح يكون في مسيرة على دوار الساعة برام الله تضم من أجل الاحتجاج أو تضامنية أيضا. نعم لا يزعلنا طبعا أكيد فعل شيء الآن، ولكن غير المشاركة بهاي المسيرة، وما بدنا نحكي غير من لا يملك إلا يعطي. وهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وإلى اللقاء. إلى اللقاء مشاهدي.